في البطين. ماشي ما شفت ما بيجينا غير الشيء. طيب بدي اتابع موضوع نجيب بس الشيخ نجيب عطار. مين؟ نجيب ابو النصر عطار. لا اللي الامور المخيمات واللاجئين. طيب بدي اتابع هون شو اسمه مخيم غرفة. انا مره اجيت المخيم غرفة والتقينا ببعض كذا ولا رحنا لا في امراه حكت معك لهلا عم دوروا عليها ولحقوها الدنيا. ليش عم تدور عليها؟ في انت التقيت مع امراه بالمخيم. نعم. ايه هالمراه هاي كان شجاع حكت والشرطه عم يدوروا عليها باخذ اياها.